كشفت إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة استمرار تقدم المرأة البحرينية على مؤشرات قياس الصحة بمختلف جوانبها، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع للمرأة من 75 سنة وتسعة أشهر إلى 77 وأربعة أشهر، وذلك خلال الفترة من الأعوام 2000 وحتى 2015. كما وانخفضت نسبة المصابات بالأمراض المزمنة من الفترة من 2010 وحتى 2014 من 18,900 إلى 8,400 وبنسبة 55% تقريبا. إلى ذلك احتلت البحرين المرتبة الثانية كأعلى دولة في نسبة الوزيرات بنسبة 18% من خلال دراسة سبق وإن عدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الوظيفة العامة 26%، في حين بلغت نسبة وجودها في الوظائف العامة الأخرى 53% وفقا لإحصائيات ديوان الخدمة المدنية. كما وأوضحت الإحصاءات أن عدد النساء اللاتي عملن في القطاع الحكومي كان في العام 2006 45%، فيما كان في العام 2015 حوالي 48% من إجمالي الموظفين البحرينيين في القطاع العام، لافتة إلى أن نسبة توظيف النساء في عام 2015 بلغت 57% ممن التحقوا بالعمل في القطاع العام. وحول هذا الموضوع ذكرت المستشارة جواهر العبد الرحمن عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني في اتصال هاتفي في نشرة سابقة إن الإحصائيات أثبتت تقدم المرأة في القطاع الحكومي، وهذا دليل على حرص الحكومة على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بشكل عام موجود ومقرر في دستور مملكة البحرين، وهذه الإحصائيات جاءت كنتيجة طبيعية فضل تضافر عدة جهود، منها طبعا أولها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللي وصلت فيها المرأة البحرينية لهذه المكانة. طبعا كذلك هذه الإحصائيات جاءت انعكاس لما ورد في الميثاق والدستور تطور التشريعات الداعمة للمرأة، ومنها التشريعات الخاصة للمرأة في القطاع الحكومي، تطور قانون الخدمة المدنية اللي احنا بعد بنقارنه بالقوانين الخدمة المدنية في الدول الأوروبية والعربية المقارنة، كذلك إنشاء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات. طبعا ما ننسى جهود المجلس الأعلى للمرأة وخططه في تمكين المرأة، خاصة رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وطبعا كان لها الدور في وصول المرأة لهذه المكانة لهذه النسب. المرأة وصلت لعدة مناصب حكومية، وزيرة وكيلة وزارة وكيل مساعد ومديرة.